كباري، سد الشوارع. مش لازم يمشوا للمبنى البرلمان. دولة رئيس الوزراء يا فندم. ايوه يا فندم. عمال العنابل عاملين دوشة كبيرة قوي. اتخذوا كل الإجراءات ووقفوهم عند حدهم. جاني دلوقتي تقرير بيقول إنهم حرقوا العربيات وعطلوا القطارات وقطعوا التليفونات. يا فندم؟ نفتح عليهم النار. أمرك يا باشا. جواب صاحبتك اللي في مسرح رمسيس، وادي جواب خطيبتك. شاكر قوي. انت فين يا اخي؟ قلبت. اهلا يا ابراهيم. اتفضل يا سيدي. جواب بنت عمك نجوى. مدهش يا محمد، مفيش حد عارف منا يوصل لاسلوبك اللي بيشعل العواطف. مع ان عمره ما حد. انا حبيت بالمراسله. يا اخي انا مش فاهم ايه لازمة الجوابات دي. دي نجوى بنت خالتك وبنت عمك كمال باشا المانستيرلي، يبقى مؤكد بتشوفها كتير. يا سيدي الخناقة واخدة حقها بين العيلتين. مصير حبكم يجمع الشمل. يا ريت يا محمد، يا ريت ان شاء الله. محمد حاجة كده على مقسوم. ايه ده ابراهيم؟ دي اهانة. ده احنا اخوات يا اخي. طب اسمع يا محمد، نجوى طلبت مني اشوف مدرس عربي لاخوها، تقدر تديله دروس؟ وهيدوك 5 جنيه في الشهر. 5 جنيه؟ اه. ده انا اديله وادي لابوه كمان. طب يلا بينا. ادريس، يا ادريس. نعم. محمد افندي عبد الكريم. اتفضل يا فندم. Thank you.
افندي عبد الكريم؟ ايوه يا فندم. انا نجوى المنستر. ايوه عارف. قصدي اهلا وسهلا. ايوه عارف قصدي. عارف ايه؟ عارف ان انا نجوى؟ المفروض انك تعرفني على طول. ابراهيم قال لي انه وراك صورتي وانه بيحكي لك عني. ايوه بس بس ايه؟ انا مش شبه الصوره؟ طب قولي بقى انه احلى؟ انا ولا الصوره؟ يعني حضرتك طبعا. كويسه حضرتك دي. انت مكسوف ليه؟ لا 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 انا عايزك تقعد هنا على راحتك خالص، يعني تحس انك قاعد في بيتك. بيتي؟ حاول. بابي اهلا بابي. اعرف محمد افندي عبد الكريم مدرس العربي بتاع فؤاد. بابي معالي الباشا كمال باشا المنستيرلي. تشرفنا معالي الباشا. محمد افندي انا مبسوط اني اشوفك. نجوى قالت لي انك مدرب الشاطر وانك نجحت ميرفت بنت سليمان باشا بعد ما سقطت 3 سنين ورا بعض. عشان كده يا فندي انا كمان عايزاه يدرس لي. مدرس العربي بتاعنا اللي في الليسي مش بفهم منه اي حاجه. وما بتقوليش من زمان ليه؟ خلاص محمد افندي انت مسؤول عن نجوى كمان. انا عاوزك تديها كل اللي عندك. انا عاوزها تكون مبسوطه على الاخر. تصور يا بابي بيت عمي عاوزين يدرس لابنهم ب4 جنيه في الشهر. ايه؟ لا مستحيل. محمد افندي انت اذا دخلت بيت الناس دول ما تخشش بيتي. خلاص يا فندم ما مش هدخل. اسمع محمد افندي خد. انا هدي لك 10 جنيه في الشهر. على شرط انك ما تحطش رجلك في بيت الصعاليد دول. اتفضل. تحت امرك يا معالي الباشا. ميرسي يا بابي قوي قوي. امال فين فؤاد؟ قصدي فؤاد بيه؟ فؤاد؟ اخو حضرتك. لا انا اللي هبتدي الاول. جميلة قوي. انت ما بتخافش منها وانت قاعد بتديها الدرس؟ خاف من ايه؟ ده حتى تلميذة بليدة. لا مش قصدي. طب انا خايف عليك يا محمد. اللي درسناه ان الجملة الاسمية بتبتدي ب الجملة الاسمية بتبتدي باسم. طبعا بنسمي اللي بيجي في الاول المبتدأ وبعدين بعد كده بيجي الخبر غريبة. أنا أعرف عنك كل حاجة لكن ما كنتش أعرف أبدا إنك بتتكسف. إيه؟ ساكت ليه؟ مش عايز تعترف إنك خبير؟ خبير في إيه؟ إبراهيم قال لي إنك خبير في شؤون الحب. أنا؟ بس النوع ده من الرجالة ما بيتكسفوش. إيه؟ ساكت ليه؟ مش عايز تعترف انك خبير؟ وقال لي كمان انك بتعرف 10 بنات في وقت واحد. انا؟ ياكلوا اكل كل يلعبوا لعبه. نجوى ايوه قري الكلمه دي من فضلك. اسال محمد افندي اخويا فؤاد. اهلا فؤاد بيه. اهلا
وبهذا الإيمان استطاع العرب أن يؤسسوا دولة قوية. أن يؤسسوا دولة قوية. وبهذا الإيمان استطاع العرب أن يؤسسوا دولة قوية تنشر كلمة الحق وتدعو إلى المحبة والإخاء والمساواة. متشكر. الدنيا بدأت تحرر. أنا مش سايقة روحي. المؤاخذة ما ايه ده انت طويل قوي. شوية. ده انا اطول من ابراهيم. تعالى كده لما اشوفك اطول. تعالى بس قرب 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 قرب. إيه؟ اشوفك اطول مني بقد ايه. انا مش فاهم. حوالي 10 سنتي مش كده؟ تقريبا. اقعد نكمل الدرس. احنا بنضيع وقت في كلام فاضي كتير. فعلا بنضيع وقت في كلام فاضي كتير. فلفل. مبقتش لغة عربية، ده بقت لغة تانية خالص. بموت فيك والنبي. أعرفك يا سيدي، فلفل الكلب بتاع. أهلا وسهلا. شفت التام قد إيه؟ لطيف. حياتي يا تام، أنت كلب لطيف. بموت فيك أنت يا حلوة يا مرتي. طيب أستأذن أنا بقى علشان استنى. الله اخص عليك. خليك جانتي، أنا عندي كلام كتير قوي عاوز أقوله لك. أوبا. كلام إيه بس؟ إبراهيم قال لي إنكم رايحين رحلة لإسكندرية. واحنا كمان طالعين رحله في نفس الوقت. طبعا هتروح. ما افتكرش. ايه ما معكش فلوس؟ ده الاشتراك بتاعها 5 جنيه بس. مش حكايه فلوس، انا معايا فلوس. معاك فلوس؟ يبقى هتطلع بقى رحله عشان خاطر يعني. اوكي ان شاء الله. استنى، كنت هتنسيني. النهارده يا سيدي انا رحت الشكوريه. اوبا. ونقيت لك من هناك بدله وكرافات تليق عليها. يا رب بقى ذوقي يعجبك. اوبا. ايوه بس امسك بس اما اوريهم لك. بمناسبه ايه حضرتك بتجيبي لي الحاجات دي؟ ايه اللي بمناسبه ايه؟ بقول لك عشان تروح بيهم اسكندريه. ايوه بس يلا يلا. طب اقلع إيه هدومك. نعم. بقول لك اقلع إيه هدومك يلا بسرعه. ايه كده؟ اقلع ازاي بس؟ خايف من ايه؟ يلا اقلع بسرعه يلا. ايوه بس احب افهم. لا لا ما مش مسألة إن أنا خايف منك يا، بس مسألة القلع دي يعني. أنت فاهمني غلط، أنا عايزاك تقيس البدلة عشان أعرف إذا كانت ماسك ولا لأ. يلا يلا بسرعة اقلع هدومك يلا. حضرتك تطمني، هي مسألة المقاس كويس خالص وأنا يعني متفائل وكويس. طيب عجبك ذوقي؟ إيه عجبني. إيه؟ لا مؤاخذة الطربوش معلش. الطربوش. إيه اللي بتعمله ده الطربوش؟ طيب. قوي شكرا. خصوصي وما تسيبنيش واقفة. على كل حال انا هاخد اول قطر مسافر مصر. ليه؟ هو انت لحقتي تشوف حاجة في اسكندرية؟ انا جيت عشان اشوفك انت مش اشوف اسكندرية. طب لحظة لو سمحت. ايه خبر؟ على اذنك بقى لحسن، دول بعدوا قوي. خايف تتوه منهم؟ اقعد ولا سافر؟ سافري. نعم قصدي اقعدي. وهشوفك. لا يبقى سافري. اسافر؟ اقعدي بعد عن اذنك بقى احسن كده، ممكن حد منهم يشوفنا. تعالى هنا. ايه رب منهم هشوفك على بلاستي دي باشر. طيب بس ما بسش. طيب. ازيك؟ ازيك انت؟ ايه مالك؟ خايف حد يشوفنا. يوه حد يشوفنا، حد يشوفنا. هو احنا بنسرق؟
انت عارف ان انا جايه الرحله دي علشانك، وها اول يوم فات كله وانا شفتكش، والنهارده كمان عايزه يخلص من غير ما اشوفك. حلوه قوي مايو ده. انت عايزه الحقيقه؟ انا مستلفه. هتفضل واقف كده؟ تعالى تعالى. اما شكلك في المايو يجنن، مليان رجوله. الله. ايه؟ ايه الوحمه دي؟ انبى طعمه بشكل. لازم اهلك كانوا معلمينك بيها وانت صغير عشان ما تدوش. مظبوط بس. هنقوم حالا بعملية خطف. خطف؟ خطف مين؟ هنخطف نجوى. اتفضل. تم في الساعة الثامنة من مساء أمس عقد قران صاحب السعادة حسين باشا الأشموني سفير مصر في روما على ربة الصون والعفاف الأنسة نجوى. أنا متأكد إن عم الباشا هو اللي أرغمها على قبول الجوازة دي، عشان كده لازم نخطفها لازم، حتى لو اقتضى الأمر إني. إيه ده؟ تجننت؟ ده مش معمول عشان تقتل بيه عمك، ده معمول عشان تقتل بيه واحد من جيش الاحتلال. امال هنعمل ايه؟ افضل اني اروح لها الاول بحجه اني قريت الخبر في الجرايد وجيت اهنيها، وبعدين اتفق معاها ازاي تهرب معاك. كويس. انت اتجننت؟ انا بحب حسين باشا الاشموني، وانا اللي طلبت منه انه يتجوزني. انت اللي طلبت منه انه يتجوزك؟ طبعا. حسين راجل شيك جدا يشبه ممثلين السينما، عنده شنب رفيع وكم شعريه بيضه، يجنن. انا دلوقتي بس اتاكدت انك انسانه مجنونه بتحب اتنين اصحاب وهتتجوزي تالت عنده 60 سنه. ولو كان عنده 80 كنت اتجوزته برضه. أنا طول عمري بحلم بالراجل عنده خبرة بالستات. أنا صحيح حبيتك، لكن لقيتك لسه خام في سنة أولى حب. بتضحك على إيه؟ افتكرت أبويا أيام قال لي على بيوت الزواج وحذرني منهم. بتقول إيه يا محمد؟ بقول إنكم عايشين في دنيا غير الدنيا، ربنا مديكم نعمة وما انتوش حاسين بيها. بتلعبي بعواطف الناس لانك اتعودتي تلعبي بكل شيء. انت هايل النهارده يا محمد، مليان حراره. يا ريتك تعرفي امي عايشه ازاي وفي كام مليون واحده زيها في مصر. فيك رجوله مش معقوله النهارده محمد، انت مثير جدا، مثير قوي. محمد بوسني، بوسني يا محمد. الو، دولة رئيس الوزراء، انا حرم وزير الحربية، المجرمين خطفوا جوزي. ده خبر مزعج جدا، لكن مين هم اللي خطفوا جوزك؟ لازم عمال العنابر عايزين ينتقموا منه. اطمئني يا هاني، احنا هنقبض على الجناح حالا، وانا هكلف عون باشا حافظ انه يشرف على التحقيق هو بنفسه شخصيا. قبضنا يا فندم على شخص كان بيحوم حوالين بيت معالي الوزير. المجرم دايما يرجع مكان ارتكاب الجريمة، هو فين؟ في البدروم. يا عالم انا بشتوش، انا امرأة وارضاها. كفاية. حالك يا عبد الكريم. العنابر.
وديته معالي الوزير الحربية فين؟ أنا عمري ما شفته. كنت بتلف حوالين القصر ليه؟ أنا كنت ماشي من بيتي في جزيرة بدران رايح لشغلي، وبعدين عديت على القصر في سكتي. والله العظيم ما خطفت الباشا رفعت. وعرفت منين انه الباشا اتخطف؟ ضربوني وقالوا لي انت اللي خطفت الباشا. كذاب كذاب يا فندم، احنا بس سألناه عن المكان اللي اخفى فيه سعادة الباشا. ما هو باين عليه خبيث ومجرم ومتعود على الاجرام. ابدا والله، ده انا حتى ماليش ثواب يا سعادة البيه. انا باشا يا كلب. هلعوه، شوفوا اصحاب جسمه. عورت وانت بتنط من فوق السور. ده جرح من ضربة عسكري في مظاهرة عمال العنابر. علشان كده جاي تنتقم من وزير الحربية، لأن عسكري من بتوعه عورك. اضربوه لغاية ما يعترف. واعترف. ابويا انا؟ معقول يا معلم؟ اسمع الكلام قبل ما يطوب عليكم البوليس. أنا عوني حافظ يا دولة الباشا.
احنا تمكنا من الحصول على اعتراف كامل مجاني انه ذبح وزير الحربيه وحطه في شنطه ورماه في النيل. عفريت الباشا. عفريت شوفوه نايم جوه. عفريت الباشا اهو. تاكد يا دولة الباشا، طول ما انا موجود يبقى الامن في البلد بخير. شكرا. الباشا وزير الحربية حي، وجدناه يا فندم، شفته ماشي على رجليه. ايه؟ معالي الباشا، ألف حمد لله على السلامة. احنا مسكنا الجريمة واعترف بتفاصيل جريمة خطف معاك. محدش خطفني ولا حاجة. أنا نمت في العربية. والظاهر السواق الحمار فتح باب العربية وافتكر اني نزلت في الضلمة، فراح قافله وجرش العربية وسابني نايم جواه. ازاي؟ مش ممكن، كنت سكران. اصلي السواق بتاعك كان سكران. لنا ولا السواق كنا سكرانين، المسؤولين عن الامن هم اللي كانوا سكرانين. ألف حمد لله على السلامة. ضاع الحق وزهق الباطل. أنا مش هينوخ يا رجالة، أنا هينوخ من الحكومة دي بتتاكل عشان تطول تذبح بالعمال. أه هما دي لو إيه سكرهم ونايم في عربية، لكن هما برضه ما همهمش وهذا ضرب بالعمال بالكهربية. كل من الراجل اللي اسمه عمرو خلاص ازاي؟ ده انتوا عايزين الغلابة اللي زينا. والله ده كنت شفته ده كنت قتلت. ربنا قادر على كل قادر. ما تصورش فرحتنا فرحتك قد إيه يا أسطى حنفي. مبروك مبروك حفظوك تحليك، وانت يا ابو محمد حر طريق، والسجن يبور ابو قفل وسور، وخصوصا لما يخشوا بريق بريق بريق. مبروك 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 مبروك. يا ما في الحبس يا ناس مظاليم، وده عنده قلوب وده ولا مليم، ده العدل يا ناس يا ناس للملك اساس اساس، ده العدل يا ناس يا ناس للملك اساس اساس. ويا بختك ياللي بكله صديق صديق صديق. مبروك 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 مبروك. قلبك لو فدي قلبك بسرعة ميلا. مبروك 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 حفظ وتحقيق، وانت يا ابو محمد حر طريق. حط الرزيق انا انت وهو. الزنقة اللي انتوا عاملينها دي مش عشان براءتي، عشان انا ذبحت وزير الحربية ورميت جدته في النيل السعيد. سامع يا غفلان؟ انا اللي ذبحت وزير الحربية. فاهم يا حامد؟ انا اللي ذبحت وزير الحربية. فدوه من شغله وبخت عليه بمليم معاش او مكافأة. زمايله في العنابر جمعوا له المبلغ ده. انت عارف الملاليم اللي بيقبضوها ما تكفيش حاجة. الهي عجل نهايتك يا عون يا حافظ، كله منك، راجل سفاح ومفتري.
يشكوا في واحده ست. تعال قابلني بكره الساعه 6 في جبليه جنينه الحيوانات. مفيش واحد يجري يديله مسدس. ايوه هو قصير واصلع ولابس جلابيه وجري من الناحيه دي. مفيش واحد يجري يديله مسدس. الست دي بتقول انه قصير قوي لابس جلابيه واصلع كمان. مساء الخير يا عمر.
مش النور يا حبيبي. يا احلى ام في الدنيا. انا اللي ذبحت وزير الحربيه. ايه الريحة الحلوة دي يا ابني؟ انت كنت فين؟ يا سلام يا ابا، أما حلوة بشكل. هي مين يا ابني؟ الحرية. أنا اللي ذبحت وزير الحربية. أنا اللي ذبحت وزير الحربية. أنا اللي ذبحت وزير الحربية. محمد. اهلا يا محمد. اهلا وسهلا. اخص عليك، انت ما تجيش الا لما اندهلك. ايه هتفضل مخاصمني؟ لا ابدا. المهم انا جبتك النهارده عشان اقول لك ان مامتك ولدتك ليله القدر. انت هتسافر معايا ايطاليا. ايطاليا؟ ايوه ايطاليا. انا يا محمد اكتشفت بعد اخر مره شفتك فيها انك الراجل اللي انا عايزاه، وفتره غيابك عني خلت حبي ليك زاد. ما تتصورش انا بندم قد ايه على الفرصه اللي ضيعتها في اسكندريه. انا مش فاهم ايه علاقه ده بايطاليا. يا سيدي جوزي قال لي ان في وظيفه امين محفوظات فاضيه في السفاره هناك، فقلت له اني محتاجه اتابع دروس العربي وانا في ايطاليا، فوافق على طول على تعيينك فيها. وايه اللي خلاك تعملي ده كله عشاني؟ ده مش عشانك، ده عشاني انا، عشان احنا الاثنين في ايطاليا هيبقى قدامنا فرص كتير قوي نقضيها مع بعض. انت نسيت انك ست متجوزه؟ لا طبعا ما نسيتش. حسين جوزي هيضطر يسافر يوغوسلافيا يومين كل اسبوع، وفي اليومين دول هبقى ملكك. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ انا يستحيل اودي امي دور العشيه اللي تشتريه بفلوسك. اللي يرفض عرض زي ده لازم يكون مجنون. اللي بتعمليه ده هو الجنون نفسه. ثم انا بحب واحده ثانيه. انت كلب سافل. انا مش عايزه اشوف وشك ثاني. امشي بره. انا مش عايزاك. مش عايزه اشوف وشك ثاني. مش عايزه اشوف وشك ثاني. مش عايزه اشوف ايه؟ في ايه؟ لا يا بابي ابعد الناس ده عني. نسي ان انا ست محترمه ومتجوزه. بحاول حاول يعضني ويبصني. ايه؟ لا لا يا باشا ما حصلش. ما حصلش. دول ناس دول انا هعرف اوريه الكلب. انا هفصله من الجامعه وامنعه من العمل في كل دواوين الحكومه. انا هخليه دول يسحب في الشارع. هما ضربوني وبس، دول فصلوني من الجامعه. بقيت في الشارع زبيده. مشكلتي اني فقير، كنت بتعلم بالمجان عشان التفوق، دلوقتي لا علم ولا شغل. الحكومه منعت التعيينات في وظيفه. هو انت منتظر من الحكومه اللي فصلتك من التعليم ممكن تعينك في وظيفه؟ دور على شغل في اي حته يا محمد، اي شغل ولو صغير مش عيب. العيب هو البطاله. انت هتكبر في نظري مليون مره وانت بتشتغل. انا كنت محتاج لكلامك ده. مش قادر اقولك احنا ابتدينا نبيع عفش البيت عشان نعيش. صراحتك دي بتخليني احبك اكتر يا محمد. الرجاله ما يحكوش للست غير الحاجات اللي بيفتخروا بيها، لكن انت بتحكي لي عن دموعك قبل افراحك. لو عايز تثبت لي انك بتحبني فعلا لازم تيجي لي المره الجايه وانت بتشتغل. اوعدك يا سبيده. والله يا ابني وحياه النعمه دي لو عندي وظيفه فاضيه معزها عليك. بس انا سمعت ان في وظيفه فاضيه تحت في الورشه. وظيفه السمكري. انت تفهم في السمكرة؟ انا خريج اداب. اداب؟ هي الاداب دي شغلة؟ طب امال. شوف يا ابني امور الدنيا اربعة، امارة فتجارة فزراعة فصناعة،
فمن لم يكن من أهلها صار نكبة على الناس. طيب السلام عليكم. بسم الله. متشكر. الأداب. عشر خمستاشر دكتور باهر. ايوه. طب خلي بالك بس لحد ما ارجع. نجي الحاج قول انه وصلت لحد بيت الدكتور باهر. انا متشكر جدا على امانتك دي. انت من حقك دلوقتي انك تاخد مكافتك القانونيه على الاقل. لا يا فندم العفو. دي امانه وواجبنا اننا نردها. هات قهوه يا فتحي. حاضر. لا معلش يا فندم. انا بس بشكر الظروف اللي خلتني اتعرف بسعادتك. الحقيقه والدي ياما كلمني عن سعادتك. والدك مين؟ لسطى حنفي عبد الكريم، بيشتغل عامل في عنابر السكه الحديد. انت ابن لسطى حنفي؟ ايوه يا فندم. ده راجل له بطولات كتيره في ثوره 19. اتفضل. وازاي صحه والدك دلوقتي؟ في الحقيقه يا فندم اتهموه بمحاوله قتل وزير الحربيه، ومن كتر التعذيب صدق ان هو اللي قتله. فصلوه من وظيفته، ومش بس كده، فصلوني انا كمان من الجامعه. لا حول الله. وانت طالب في الجامعة؟ ايوه يا فندم، في السنة النهائية. بس دلوقتي بشتغل مع الحاج حسين مغازي المكواجي عشان نقدر نعيش. لا مش معقول. ده مش مكانك ابدا، انا لازم اشوف لك شغلة احسن من كده. انت شاب وطني ومتعلم، وجورنالنا محتاج للشباب اللي زيك. اديله 539 بستان. ده توفيق صاحب جورنال الجهاد، بتقرا له طبعا. توفيق، أنا باهر، عندي شاب وطن وعايزك تشغله عندك في الجريدة. طب متشكر. مبروك. تروح تستلم من الليلة الساعة 9. مش هتصدقني. أولا اللي بيكلمك ده الأستاذ محمد أفندي عبد الكريم الصحفي بجريدة الجهاد بمرتب قدره 5 جنيه شهري. مش معقول يا محمد، حصل امتى الكلام ده؟ الدكتور باهر هو اللي شغالني في الوظيفه دي. وهناك بقابل كل السياسيين الكبار. امبارح بس كانوا مجتمعين عشان ينظموا مقاطعه الشعب للانتخابات اللي بيجريها صدقي باشا. مبروك يا محمد. ما تتصورش انا فرحانه قد ايه. انت السبب يا سبيده. لو ما كنت سمعت كلامك وقبلت الوظيفه في محل المكواجي ما كنتش وصلت للشغلانه دي. انت اللي اديتيني الامل. عشان كده انا جاي وناوي اكلمك في موضوع مهم جدا. خير يا محمد؟ انا قصدي انا وانتي نتجوز يا سبيده. نتجوز؟ ده قرار انا خدته من زمان، من يوم ما خدت مني المسدس، وبعدين جددته لما شفتك في الجنينه اول مره وانتي متحجبه، وتالت مره لما بقيت اقبض ما هي محترمه تخليني ما تكسفش اتقدم ليكي. بس ازاي؟ مش هقدر يا محمد. ما تقدريش ليه؟ ما اقدرش اسيب شغلي. ما تسيبهوش. انا ما عنديش مانع تفضلي في شغلك. اصل عملي كممرضه يمنعني من الجواز. ما فيش حاجه تمنع اتنين بيحبوا بعض من الجواز الا اذا كنت ما بتحبنيش زي ما بحبك. انا مش بحبك وبس، انا بعبدك. لكن لا، الحب ما فيش كلمه لكن. انا مسؤوله عن حياه 7 اشخاص يا محمد، ابويا واخواتي الستة الصغيرين. ما تخافيش، انا كمان هبقى مسؤول عنهم معاكي. طب اديني مهلة افكر. زبيدة، الاسبوع الجاي ميعادنا بنتقابل، دايما تكوني جاية مستعدة للجواز. سمعت اللي انا قلته ولا لا؟ وهتقبلي. انا يا محمد مستعدة اروح معاك لاخر الدنيا. تهمت عزيز مرهم ودياب انهم فضحوا تزوير الحكومة للانتخابات في جريدة الجهاد، ولذلك ما فيش حاجة هتبرأهم وتنقذهم من السجن غير حصولنا على المستندات اللي تؤكد التزوير ده. طب وهنحصل على المستندات دي ازاي يا فندم؟ عندنا اخبار ان عوني باشا سحب ملف المستندات من مكتبه في الوزارة وخده معاه لبيته. ده رسم الدور الفؤاني.
وهنا اوضه النوم وفيها مكتبه، المكان الطبيعي علشان يخبي فيه المستندات. مسألة محتاجة الواحد فدائي يدخل بيت عوني باشا ويسرقه. تحب اقتله كمان؟ يعني انت مستعد تقوم بالمهمة؟ ده هيكون شرف كبير لي يا فندم. بكرة بعد نص الليل تتمشى جنب بيت الاستاذ عبد العزيز عضو الحزب بتاعنا، بيته جنب بيت عوني حافظ. هتلاقي المعلم وحدان، وده راجل وطني، هتلاقيه عامل اللازم مع الحراس. مساء الجمال، اشرب اشرب. شد مية مسا. ده سواق الاستاذ عبد العزيز، تقول له كلمة السر. الزفاف. الزفاف. حاضر. ايه ده؟ تهيؤات. اصل الصنف معتبر. مساء جمال. شد. عوني هو اللي حضر الوثيقة اللي بتأكد ان الحكومة زورت الانتخابات، والنهاردة صدقته. عوني نفسه؟ غريبة، دي ضد الحكومة. هي ضد الحكومة لو كانت الوثيقة سليمة، لكن عوني زورها ووقع المعارضة في الفخ وعرضهم للمحاكمة. على المعلومات دي؟ ما تشكرنيش، انا واحدة من اللي ظلموا معوني حافظ. اذا كان ابوك ده اكرابيكو 10 ساعات، فانا وابويا بقالنا 10 سنين بدو اكرابيكو. زبيدة احكي لي كل حاجة. احنا بيجمعنا شعور واحد وهدف واحد. ابويا راجل فقير زي ابوك تمام، كان بيشتغل سكرتير عوني حافظ لما كان مدير امن. في الوقت ده اخواتي بقوا 5 وحالتنا المالية بقت وحشة جدا.
ومعيت بالذبح، واضطر ابويا يستلف 5 جنيه من عوني علشان يجيب لها الدواء ويعالجها، واخدني انا واخواتي علشان نشكره وعجبته وطلب انه يتجوزني. انا مش ممكن ادفن بنتي بالحي. عوض دي عندها 15 سنة وهو عنده 50. إذا ما اتجوزتش لبيدة خلال أسبوع واحد هفصلك من وظيفتك. أنا ما فيش حاجة تقف في سكتي أبداً. تهديد عوني حافظ ده معناه إن إحنا نموت أنا وإنتي والولاد الستة من الجوع. بابا أنا هتجوزه يا بابا. مش ممكن، يستحيل نموت كلنا من الجوع ومرميش بنتي الرمية السودة دي. فردوش انت عاكي محتاج لدواء باستمرار، ولو اترفدت مش هلاقي تمن الدواء. العيا مش هيقتلني، اللي هيقتلني الجوازة دي لو تم. الدولة كلها بتخاف من عوني بيه، مفيش مخلوق هيقف معانا في المحنة دي ابدا. ربنا قادر على كل قادر. عايزيش يا بنتي لازم تصدقني يا محمد، الايام اللي جايه هتثبت لك ان عمري ما كدبت عليك، وان حبي ليك هو اللي خلاني بعدت عنك لاني خايفه عليك. محمد يا محمد. ايوه اتكلم في التليفون. اسمع يا محمد، لازم نشوف طريقه نتقابل بيها من غير ما نلفت النظر، بلاش مكان عام. طب انا هشوف طريقه وحابه اقول لك. مع السلامه. انا اسفه اني هعطلك، لكن اعمل ايه؟ الخدامين دول هيخلوني اتجنن. ايه اللي حصل؟ سنيه عايزه تتحكم فينا، عايزه تغير اجازتها من يوم الجمعه ليوم الاربعاء. قلت لها انت عارفه ان خدامين القصر كلهم اجازتهم يوم الاربعاء، لان الباشا بيتغدى عند رئيس الوزراء وانا ما اقدرش اقعد لوحدي. طبعا. قالت لي ان اخوها اللي بيشتغل في مصنع السكر في الحوامديه بقت اجازته يوم الاربعاء، وانه بيجي لها مخصوص علشان يشوفها، وهي ما تقدرش ما تشوفوش. يعني بالذمه انا فاضي لمشاكل الخدم، انا مشغول بمشاكل الدوله. اندهيني سنيه. سنيه ثانية، تعالي كلمي الباشا. جرى ايه يا بنت؟ انت عاوزاني اعمل ايه؟ اطلب من رئيس الوزراء يغير مواعيده علشان اخوك الصعلوك ده؟ يوه ويجرى ايه يا سيد الباشا؟ ما هو بيتغدى كل يوم، يبقى يعزم الوزراء بتوعه في اي يوم تاني. انت اتجننتي ولا ايه؟ خلي اخوك يجي يشوفك هنا. بس هقابله فين يا سيد الباشا؟ تقابليه فين؟ يعني هتقابليه في الصالون؟ تقابليه في اوضتك اللي في بدرون طبعا. متشكرين قوي يا سيد الباشا، متشكرين. دايلي حد من البهايم اللي واقفين على الباب علشان اديله اوامر. واسمعي اخوك يخش من الباب الوراني. حاضر. أنا أخو سنية، ممكن؟ اتفضل في البدروم. شكر. اتفضل يا سبحان، اتفضل من هنا. اتفضل. طلع عليك. محمد ما تجمد امها. اتفضل. محمد انا مش مصدقه اني جيت لحد هنا يا محمد.
ازيك يا زبيدة؟ الله يسلمك. تعالى يا محمد تعالى. دي اوضتك؟ لا، اوضة سنية. انا في بيت عوني حافظ ومعاه ومع مراته. يعني لازم تفكرني يا محمد. محمد انت بتراعيش. اقعد يا محمد. مش ممكن حد يدخل علينا؟ لا، عوني في العزبة والخدمين كلهم في اجازة. أو أسبوع. من أول ما خرجت من هنا ووصلت الباب القصر كنت عايز أرجع تاني. حبيبي يا محمد. يا محمد مش قادرة أكون عاقلة أكتر من كده. مش قادرة. إحنا لازم نتجوز. أنا عارفة إن دي أنانية مني. طلاقي من عوني معناه طرد أبويا من وظيفته وأخويا من شغله. إخواتي هيموتوا من الجوع. لكن مش قادرة، مش قادرة. أنت عارف إن مفيش بيني وبين عوني أي حاجة. أنا عايزة أعيش وأتمتع بشبابي مع الراجل اللي بحبه. طمنا يا سبيرة، احنا بنقاوم الظلم واستبداد الحكومة وحنقتل النفوذ عوني حافظ. احنا مش بس بندافع عن حبنا، احنا بندافع عن حب الملايين من الناس. اذا كنا مش قادرين ندافع عن حبنا يبقى هنقدر. اسمع يا محمد، انا شايفة ان احنا نسيب بعض دلوقتي. انت مشغول بحب اكبر من حبي، حبك لمصر وللشعب. انا مش بلومك، بالعكس انا فخورة بيك ومعجبة بيك وبحبك يا محمد. يا محمد في شعوب نضلت عشان تاخد حريتها من 50 سنة. يعني احنا لما هناخد حريتنا هيبقى عندي 75 سنة. يعني لما هنتجوز هيبقى شيء مضحك واحنا في السن ده. يا محمد انا بتعذب تعبان. احنا لازم ما نشوفش بعض بعد كده. ما نشوفش بعض خالص. مين هي؟ مصر. مصر؟ أنا عمري ما سمعت إن في واحدة اسمها مصر. مصر بلدنا. طب إيه يعني؟ ده أنا المرحوم جوزي كان بيموت في دباديب مصر، لكن عمره ما أثر في حقي. اطمن يا سي محمد وروق بالك كده، ويوم الأربعاء الجاي إن شاء الله هتلاقيها مستنياك. أنا أصلي امبارح كنت بتعشى عند سفير إيطاليا وكانت قاعدة جنبي شابة مصرية بتتكلم فرنساوي بطلاقة. عظيم. فعلاً عظيم. عشان كده اتفقت معاها إن أبعت لها محرر من عندنا عشان يعمل معاها حديث. واختارتك أنت بالذات. أنا بالذات؟ أيوه. ده العنوان. تسأل عن حرم حسين باشا الأشمون. اسمع يا محمد، انا غيرتي عليك مش السبب الوحيد لاعتراضي على مروحك لنجوى. انا قلبي بيقول لي انها عايز تنتقم منك. انا مش ممكن اقف قدام مستقبلك، بس خليك عارف انا مش هنام الليله. كنت متاكده انك هتيجي رغم كل اللي حصل. طبعا اللي بينا مش ممكن ينقطع، مش كده ولا ايه؟ انا مسافره بكره روما تاني. أصلي جيت عشان أشوف مامي لأنها عيانة، وعشان أشوفك طبعا. أنا كمان أكيد كنت وحشاك، مش كده؟ إيه. أنا راجعة مصر بعد كام أسبوع،
جوزي اتنقل مصر في منصب كبير في القصر الملكي، وطبعا هبقى فاضيه لك خالص، ما وريش حاجه غيرك يا عناي. مساء الخير. مين؟ زبيده؟ اهلا يا زبيده. الحمد لله على السلامه يا نجوى. الله يسلمك يا زبيده، ايه المفاجاه دي؟ اصلي كنت عند مدام محمود بي اسعد وقالت لي انك جيتي من السفر، فلغيت كل مواعيدي وجيت للجري. وانا كمان سعيده جدا بالزياره دي. لما السفراجي قابلني حب يدخل يقولك، قلت له لا ارجوك انا عايزه افاجئها بزيارتي، فقال لي ان عندك صحفي. الاستاذ محمد عبد الكريم. اهلا وسهلا يا استاذ محمد، ازاي الصحه؟ الله يخليكي. يلا يا زبيده بقى عشان نشوف مامي قبل ما يجي لها الدكتور. يلا. انا اسفه قوي يا نجوى. ليه؟ اصل الدكتور منع علي اطلع السلالم لان قلبي بيوجعني، لدرجه اني فكرت انقل اوضه نومي في البدرون. في البدرون؟ طبعا، ما تتصوريش نوم البدرون اريح كتير من النوم فوق. المهم انا مش عايزه اعطلكم، اتفضل يا استاذ محمد خد حديثك من نجوى. ولو اني من زمان نفسي اشوف صحفي وهو بيشتغل، شغلانه مثيره قوي. مثيره قوي، مثيره فعلا، بس بيتهيألي انه مسؤولياته ومشغولياته ما بتدلوش فرصه انه يحب ويتجوز. لا لا ازاي، بالعكس الحب ضروري جدا للصحفي، والجواز بيخلي حياته مستقره جدا كده. طب تسمح لي يا استاذ محمد هسألك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحه. قوي. افرض انك قابلت ست جميله جدا واغرتك بجمالها رغم انك بتحب، يا ترى تكون حبيبتك؟ مستحيل طبعا، اللي بيحب بصحيح بيجد لذه في الاخلاص. الاستاذ محمد جه عشان يسالني انا، لأنا احنا الاتنين عمالين نساله. انا اسفه قوي يا نجوى، اصلي من زمان مشتاقه اقابل صحفي واساله عن مهنته. معلش يا استاذ محمد، الظاهر ان الوقت مش هيكفي للحديث. اصل عندي ميعاد مع الدكتور بتاع السنان. معلش، فرصه تانيه، مره تانيه. طب مش تسلم؟ السلام عليكم. مع السلامه. استنى استنى الطربوش. متشكر الطربوش. من الباب الوراني، نفسي يجي اليوم اللي تدخل فيه من الباب الكبير، مش مهم يكون باب عش او باب اوضه فوق السطوح. هيجي اليوم ده قريب جدا، تاكدي انه هيجي. وان ما جاش هنفضل نتقابل في السر كده زي الحراميه. يا محمد انا نفسي امشي معاك في الشارع واحط ايدي في دراعك واسمع الناس بتقول دي مرات الصحفي محمد عبد الكريم. أنا بحس بالعار لما الناس بتقول دي مرات السفاح أو نباشا حافظ. لا يمكن ربنا هيتخلى عن حبنا أبدا يا زبيدة. يا رب يا محمد. ست نجوى الماجستيرلي. ودي اللي جابها دلوقتي. اهلا نجوى هانم، ايه المفاجأة دي؟ اهلا زبيدة هانم، اتفضلي. اوعى اكون ازعجتك. بالعكس، ده انت شرفتي، اتفضلي. مالك يا نجوى؟ انا ضعت يا زبيدة، ضعت. بعد الشر، ايه الحكاية؟ الحب برضه قتلني، قتلني. لازم حب جديد. بس الشاب اللي انا شفته عندك ما يقدرش يقتل فرخه. هو نفسه محمد عبد الكريم. انا جايلك النهارده عشانه. عشانه؟ طب انا مالي وماله؟ انا حامل. ايه؟ حامل من محمد عبد الكريم. مش ممكن، مش ممكن. امتى؟ ازاي ده حصل؟ انا المسؤولة عن كل اللي حصل.
انا اللي رحت له برجلي وقريته. وش معنى انا اللي اخترتيني علشان تقولي الحكايه دي؟ انت الوحيده يا سميده اللي عارفه اللي بيني وبينك. انا محتاجه لحد يروح معايا للدكتور بعد النادل اللي مرفض. وهو عارف؟ طبعا عارف، وتحيلت عليه وديني للدكتور. مرضيش انا نجوى من السرل وسط ايديه ورجليه والوحمه السوداء اللي في رجله، برضه مرضيش. الوحمه؟ ايوه، اصل عنده وحمه سوداء في فخده من فوق، يعني مالك يا زين؟ انت تعبانه ولا ايه؟ أول مرة تلفق ضد التهم. صدقيني يا زبيدة، أنا مفيش بيني وبين نجوى دي أي حاجة. والوحمة؟ والوحمة اللي شافتها نجوى؟ أنت بنفسك اعترفتي دلوقتي إن عندك وحمة. محمد، اعترف لي يا محمد، اعترف لي إن أنا بحبك وهسامحك يا محمد. نجوى قالت لي إن هي اللي أغرتك. كدابة، ما حصلش. نفسي أصدقك. افتكرت، انا قلت لك ان نجوى شافتني على البلاج واحنا في رحله اسكندريه، مؤكد يوميها شافت الوحمه. صدقيني يا زبيده، انا لا يمكن اكذب عليكي. زبيده، انا بحبك مستحيل اخونك. انا لقيت الوسيله اللي ممكن نحطم بيها المعارضه وزعيمها ونخليها تقع ولا تقوم لهاش قومه. احنا كلنا تحت امر معاليك. عيوننا المنتشرة في كل مكان أكدت لي إنه الزعيم بيحب واحدة من اسكندرية بتجيله مخصوص كل يوم خميس وتقابله في عوامتها قصاد النادي الأهلي. ودي مين دي يا فندم؟ تحريتنا أثبتت إنها من أسرة معروفة ومتعلمة وعلى خلق، لكن كل ده مش هيهمنا. إحنا بوسائلنا هنثبت للناس كلها عكس الكلام ده. وايه هي وسيلنا يا فندم؟ سيدة العمشة. اللي بتدير البيوت اياها. عاوز اقابلها النهارده في البيت، مش هنا، عشان محدش يشوفنا. حبيبي سافر ولا جاني.
فاتت. خير يا سيدة هانم. هانم اللهم اجعله خير. أوامرك يا سعادة الأميرة لاي. اتفضل. مساعد عوني باشا بحاله في بيتي، ده ايه الشرف العظيم ده؟ اتفضل. أوامرك. في الحقيقة أنا جاي أطلب منك إن يكون في بينا نوع من التعاون. وطبعا عشان ينجح التعاون ده لازم يقوم على السرية الكاملة. سرية؟ ده أنا رأس مالي كله من السرية. هو أنا بشتغل غير في السرية؟ دول حتى مسميني ملكة السرية. طلباتك. عندي بنت بتاعت 16 سنة، إنما آخر حلاوة، وأنا نفسي تحت أمرك. لا 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 لا، أنا جايلك عشان أعاوني باشا حافظ، عايز يشوفك. وزير الداخلية؟ ده شرف عظيم، أنا عندي زبائن كبار، إنما وزراء في الحقيقة لسه. سعادة الوزير معجب بيكي جدا، بيقول إنك ممكن تقدمي خدمات عظيمة للدولة، وأحب أطمنك إن مش هيكون في بيننا وبين بعض خلاف بعد النهاردة. أنا تحت أمر عوني باشا في أي وقت. طيب هو مستنينا دلوقتي حالا في بيته. يا ربي، هي الرجالة دايما مستعجلة كده؟ طبعا إذنك لما أغير هدومي. ده أنا كنت فاكرك أكبر من كده بكتير يا هاني. ده أنت لسه شابة وحلوة، مع إن التقارير اللي بتجيلي عنك كانت بتصورك كست عجوزة وبشعة. عشان تعرف ان التقارير البوليس مش دايما مظبوطة. انا هعمل القهوة بنفسي عشان ما نديش فرصة لحد من الخدامين يقطع حديثكم يا معالي الباشا. الحقيقة يا سيدة هانم، أنا فكرت فيكي بالذات علشان تقدمي أكبر خدمة للبلد. البلد كلها؟ يا لهوي، هو أنا عندي بنات يكفوا البلد؟ لا لا، دي خدمة بشكل تاني. أنا مستعد فضلك ال 53 محضر اللي بوليس الآداب حررها ضدك مقابل. مقابل كام يا باشا؟ لا لا، دي ما فيهاش فلوس. ورقة هتمضي عليها. خير؟ أقر أنا سيدة عبد الحفيظ الشهيرة بسيدة العمشة إني أدير العوامة رقم 117 شارع الجزيرة أمام النادي الأهلي، وكلفت السيدة سميحة شريف أن تتولى إدارتها لحسابي. بس أنا معرفش العوامة دي ولا اللي اسمها سميحة شريف دي. من النهاردة بقيتي تعرفيهم. علاش هيوريكي العوامة، وادي صورة الست علشان تحفظي أوصافها كويس. الله، شكلها حلو الست دي. لو كنت عارفها صحيح كنت شغلتها معايا. هي فين الست دي؟ لا لا، ده ملوش دخل بمهمتك. طب مش أفهم بس إيه الحكاية؟ ده سر من أسرار الدولة. والثلاثة وخمسين قضية هنحفظهم بعد ما تقول يا اخوالك دي قدام النيابة. طب وانا اش ضمني انكم هتنفذوا كلامكم يا باشا؟ دي كلمة شرف. لا مؤاخذة يا باشا، حكاية الشرف دي ملهاش لزوم. انا كل معاملاتي كاش فوري، انما عشان دي اول مرة اتقابل فيها مع وزير انا ليا طلب صغير. عربون يعني. مر. عاوزاك تنقل البكباشي محمد شداد وكيل الاداب لاسوان، وتعين بداله محمد ابو الفتوح. اصل واد ابن حصي وبحبوح. على عيني وراسي يا سيده هاني. اتفضل. من النهارده اعتبري نفسك صديقه عوني باشا حافظ. اي واحد يضايقك اتصلي فورا بهليش بيه، وانا مش هبعته اسوان، ده انا هدخله السجن. شكرا يا باشا. لما سالت مين الست دي قال لي دي مساله خاصه بالسياسه العليا، بس سميه عرفت من السواق ان الست دي اسمها سيده العمشه
بتشغل البيوت البطاله. لكن ايه اللي يخلي وزير الداخليه يقابل واحده زي دي وفي بيته؟ ما قدرتش اعرف. لا قدرت اعرف حاجه عن الست دي ولا عن الخطه اللي حبس نفسه علشانها 5 ايام يعملها. كل اللي قاله لي انه شايلها في المكتب هنا علشان مش عايز حد من الوزاره يقراها. اسمع يا زبيده، الخطه دي هتفيدنا في حاجات كتير جدا. انا هجيب لك طفاشه ومفاتيح نفتح درج مكتبه نقراها ونرجعها له على طول. من ساعة ما وصلت من اسكندرية وأنا خايفة، يمكن المرة دي كمان ما تجيش زي الأسبوع اللي فات واللي قبله. أنت عظيمة يا سميح. علشان بحبك يا حبيبي. ها احكي لي، إيه أخبارك؟ أخبارك كويسة أوي. صليت الجمعة في الحسين وخرجوا الأهالي هتفوا بحياتي. البوليس ضرب المتظاهرين فهتفوا بسقوط رئيس الوزراء. البلد بخير يا سميحة. أنا بسألك عن أخبارك أنت. آخر مرة شفتك فيها كان عندك حرارة ولسه الإجهاد باين عليك. أنت محتاج للراحة. أرتاح إزاي والبلد تعبانة؟ السجون مليانة بالمظلومين، بيوت المعارضة بتتفتش كل يوم، الأزمة الاقتصادية بتزيد. أنا قلبي حاسس إن الظلام ده هيروح وإن الدنيا هتضحك لنا تاني من جديد. أنا مؤمن بالله ومؤمن بإن الشعب هينتصر. بكرة ربنا يحقق لنا كل اللي بنتمناه لما البلد يستقل وتبقي مراتي. مراتك؟ سميحة أنا آسف، مضطر أمشي دلوقتي، موعد اجتماع زعماء المعارضة قرب. موجودين في البيت. ما تخافيش، ربنا يستر. المهم بعد ما توصليني المكتب خلي ثانية تقف في البلكونة تراقب الجو. حاضر. أوراق مهمة عاوزها. وليه ما بعتش حد يجي ياخد لك الأوراق دي؟ علشان مش عارف حد يشوفها، دي الخطة اللي كلمتك عنها. طب هتاخدها ليه؟ ما هنا في أمان أكتر. علشان نحتاج لها فوراً. لقيتها؟ طبعاً لقيتها، يعني هتروح مني فين؟ ما تخليني أقراها. أنت مجنونة؟ ده أنا أقسمت بشرفي إن محدش يقراها. السلام عليكم. مع السلامة.
مع ألف سلامة. إيه تاني؟ رايح فين؟ إيه اللي رايح فين؟ جلالة الملك طلب حضوري بسرعة وبالبدلة العادية علشان اطلعوا على تفاصيل الخطة. تعرفي الخطة دي هتطير اثنين، زعيم المعارضة ورئيس الحكومة. طب رئيس الحكومة ليه كمان؟ خلاص رئاسة الحكومة بقت في جيبي، بعدين اقول لك على كل حاجة. السلام عليكم. مع السلامة. مع ألف سلامة. مع السلامة. قدرت تقرا الخطة؟ المؤامرة دي القصد طبعا هو تلطيف سمعة زعيم المعارضة واتهام الست الشريفة اللي بيحبها وهيخطبها. انا يا فندم شفت بنفس الخطة اللي عملها الحكومة بالاشتراك مع الملك. قريتها بعينك؟ ايوه طبعا. بتقول ايه الخطة دي؟ بتقول ان الست دي واسمها سميحة شريف بتيجي من اسكندرية كل يوم خميس عشان تقابل الزعيم. فين؟ في العوامة بتاعتها قصاد النادي الاهلي. فعوني حافظ اتفق مع سيد العمشة بتاعت البيوت السرية؟ حسن ايوه طبعا. ما هي دي اساليبه، جابها كتبها اقرار انها صاحبة العوامة ديت وانها كلفت السميحة شريف انها تديرها لحسابها. الاندال. وبعدين طبعا يعملوا كبسة على العوامة والزعيم هناك والعمشة تشهد. بالظبط يا فندم، ومتفقين مع مصوري الصحف عشان يصوروا الزعيم ساعة القبض عليه. وتبقى واحدة من اتنين، يا اما الزعيم يكتب اقرار باعتزال السياسة او تحال القضية كلها للقضاء. ده اسلوب قطاع طرق، احنا لازم نعمل حاجة بسرعة شوية. يا باهر تعالى معايا. انا بشر ومن حقي اني احب زي كل الناس ما بتحب، وعلاقتي بسميحة هانم علاقة شرفي واحنا متأكدين من اخلاقها، لكن الحكومة عايزة تتبقى لك كذبة حقيرة علشان تسوق سمعتها. انا لا يمكن اتحلى عن واحدة حبيتها علشان مؤامرة قذرة. ومن حقك يا باشا انك تضحي بسمعتك لو كنت شخص عادي، لكن انت زعيم الامة وسمعتك هي سمعة الامة. احنا مستعدين يا باشا نروح نعتذر لها باسمك. لا لا لا، انا لازم اروح بنفسي، ما اقدرش اسيبها لوحدها وانا عارف ان البوليس هيحاجب العوامة. تمام يا فندم. ممكن نعرف مين المجرم الخطير ده؟ اصبر، كلها نص ساعة ويدخل العوامة دي. لا يمكن نسيبك تنزل دلوقتي يا باشا. مفيش قوة تمنعني من اني انزل. انا امنعك من القوة يا باشا، ولا اديش الفرصة لخصومك انهم يلوثوك. انت اتجننت يا باهر؟ تهددني بالمسدس؟ مضطر يا باشا، لو خرجت دلوقتي هقتلك وقت نفسي.
اللي هو تنصرف. حاضر يا فندم. الو ايوه. ايه؟ ازاي ده؟ ده كان لازم يروح، كان لازم. معنى كده انه الخطه فشلت. حد ما يعرفش دولة الزعيم؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ما عندناش خبر من دولتك في اسكندرية. انا وصلت باول قطر امن الصبح من القاهرة لاسكندرية، والحقيقة انا ما عنديش وقت للمقدمات. اتفضل يا فندم، اتفضل. انا جيت يا شريف بيه علشان اطلب ايد اختك الست سميحة. ده شرف عظيم لأسر شريف كلها يا دولة الباشا. إذا اتفقنا، بس إذا سمحت أسألها الأول، لأنها سبق رفضت الجواز من خطاب كتير قبل كده. طبعا لازم أسألها، وتقول لها كمان إن عقد القران هيكون إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي، يعني بعد 5 أيام. بس سميحة ساكنة في سان ستيفانو، يعني في ساعة رايح جاي. كلمها في التليفون، أنا منتظر هنا. أمرك يا دولة الباشا. ألو، في حاجة يا شريف؟ دولة الزعيم عندي في البيت وطالب إيدك مني، وعاوز يكتب الكتاب الخميس الجاي. سميح مالك؟ سكت ليه؟ بفكر. ودي حاجة عايز تفكير، هترفضي طبعا. طبعا موافقة، بس قول له اني دايما عندي ميعاد مهم يوم الخميس، وبطلب التأجيل عشان اقدر اروح معادي. انت جننتي؟ ازاي اقول لراجل عظيم زي ده انك ما تقدرش تتجوزي يوم الخميس عشان حضرتك مرتبطه بمعاد تاني؟ خليني اقول له الكلام ده بنفسي. معاكي حق يا سميح، ما دمت مرتبطه بموعد هام فيجب اني احترم الموعد الهام. أنا لما بدي ميعاد وما حافظش عليه بشعر إن أنا أتعس إنسان في العالم. أتعس إنسان فعلا. معاكي حق. معاكي حق يا سيدي. مع السلامة. أنت عارف يا عليش إني ما أعرفش الفشل بسهولة. إحنا تحت أمر معاليك يا فندم. تعرف تصور لي سميحة شريف شوية صور وهي في عومتها؟ تلميذ معاليك يا فندم. وتسيبوا الصور دي تتسرب بطريقة طبيعية لرجالة الحزب، ساعتها هقدر اضرب انا ضربتي التانية اللي تخلص على سمعة الزعيم وخطيبته. سميحة هانم شريف. ايوه هي صورها جوه العوامة. يعني ازاي ده حصل؟ عمرها ما قالت لي انه في حد صورها في العوامة. ده مفيش حد بيروح هناك غيري. لا يا باشا، في كتير، واللي صور الصور ديت مجموعة من شبان النادي الأهلي. أنا مستعد أجيبهم يحكوا لك على كل حاجة. أنت بتقول إيه؟ يا باشا
الست اللي بتكون حبيبها بتكون راجل واحد، لكن ما يكون حبيبها ده زعيم الامه تبقى بتكون الملايين، بتكون مصر بحالها. يا راجل ما قالتليش ان حد صورها. الصور دي ما خدهاش مصور واحد. لاحظ فساتينها، اشي صيفي واشي شتوي، يعني اتعملت في جميع اوقات السنه. حلوة قوي مدام سميحة. صحيح يا مدام مارجو. اه بكرة الناس كبار تشوفك تيجي مبسوطين منك كتير. احنا عاملين حفلة صغيرة خالص، الزعيم هو اللي طلب كده، مش اكتر من 10 تنفار. واحد بيقول ان اسمه درويش باشا، جاي من طرف دولة الزعيم. درويش باشا، غريبة. طب قولي له ان انا نازلة حالا. حاضر. خير يا باشا. الحقيقة دولة الزعيم كلفني أحمل لعصمتك تحيته واحترامه. متشكرة. وإيه كمان؟ دولة الباشا يعني بيبلغك يعني أسفه الشديد. أسفه؟ على إيه؟ لأنه يعني مضطر إنه يفسخ الخطبة. مش فاهم. قلت إيه يا باشا؟ الباشا آسف لأنه مضطر إنه يفسخ الخطبة. سميحة الشريف أصبحت في نظر الناس سميحة بلا شرف. ذنبها إيه عايز أعرف؟ ذنبها إن الراجل اللي حبته الملايين اختارها هي علشان يحبها. لكن مين اللي ورا حملة التشهير دي؟ مفيش غيره، عوني حافظ. لكن سميحة غلطانة، غلطانة لأنها أخذت موقف سلبي. سكوتها هو اللي شجع الجبن ينهشوا في عرضها. مش ممكن نكسب معركة بالتراجع. عشان نكسب لازم نهاجم. كان لازم سميحة تقتحم كل الأبواب لحد ما توصل للزعيم وتثبت له إنها بريئة. حتى ما صدقهاش من واجب المظلوم إنه يصرخ، يزعق، يقلق الظلمة. سميحة شريف دي ممكن تكون أنتِ، ممكن تكون أنا، ممكن تكون أي إنسان بريء مظلوم في أي مكان. احنا لازم نقف جنبها. صحيح هنبقى ثلاثة في مواجهة الملايين، لكن بكرة نبقى أربعة وخمسة وعشرة وألف ومليون. دفاعك عن سميحة شريف دفاع عظيم، لكن للأسف القضية خسرة. يا فندم احنا واجبنا اننا ندافع عن الحق، وانا متأكد من براءة سميحة شريف. امبارح كنا في سرايا درويش باشا، وكان موجود عدد كبير من الأعضاء، وكلهم بيؤكدوا عدم براءتها. نشر دفاعك ده يخلق حالة توتر بين الزعيم والأعضاء، ويدي فرصة للحكومة للقضاء على المعارضة. لكن أنا أعتقد إن براءة إنسانة مظلومة فوق كل اعتبار. لا يا محمد، السياسة مش كده، وأنت لسه شاب، مش ممكن يكون حكمك مظبوط في حالة خطيرة زي دي. يا فندم أرجوك إنه أنا آسف يا محمد، أنا اللي أرجوك، ما تفتحش الموضوع ده تاني مرة. بيت عون باشا حافظ، وزي العادة دخل من الباب الوراني وقعد ساعة، وخرج من الباب الوراني كمان. وحرس الوزارة شافوه؟ طبعا يا ست هانم، وكل مرة بيشوفوه بيضربوا له سلام كمان. طيب حضري العربية يا استاذ. حاضر يا فندم. ما شاء الله يا نجوى، ما شاء الله، ده انت كبرتي. بقالي 10 سنين ما شفتكيش. زمان وانت صغيرة يا ما قعدتك على رجلي دول وبوستك. كنت لسه صغيرة يا عم. دلوقتي مش من حقي ابوسك، جوزك يزعل وانا ما بحبش ازعله، خصوصا بعد الاخبار العظيمة اللي قلتها لي عنه. بس الحقيقة يا عمي ان كل الجهد اللي بيبذله جوزي عشان يوفق بين القصر والشعب بيروح حاضر. ازاي؟ في عضو في حزبكم على اتصال سري بالوزارة، وبيكشف لهم كل اللي بيدور في الحزب من خطط. في الحزب عندنا؟ مش ممكن. لا ممكن. تعرف يا عمي المثل الشعبي اللي بيقول دود المشي منه فيه؟ اهو الدود ده بقى موجود عندكم.
ممكن اعرف مين هو؟ لا ما اقدرش اقول اكتر من كده. الاخبار دي انا عرفتها عن طريق جوزي وخفت اني انطرد من وظيفته. يا نجوى انت بتقدمي خدمه للبلد، ممكن اعرف اسم المجرم ده مين؟ اقسم لك ان مفيش حد هيعرف ابدا مين المصدر. قولي يا نجوى انت بنتي والبنت ما تخبيش حاجه عن ابوها. بالعكس البنات دايما يخبوا اسرارهم عن ابهاتهم، لكن ما يقدروش يخبوها عن حبايبهم. عندك حق، عندك حق. انا سعيد جدا بهذه الثقه. انا عايز اقابلك بعيد عن هنا انت وفي اقرب فرصه. ما تستعجلش يا زوجي. ما استعجلش ازاي؟ يا الوقت اتاخر قوي، انا لازم اروح. باي باي. استني، ما قلتليش على الراجل اللي بيوقع ما بين القصر والحزب. انت راجل خطير، خليتني اقول لك على اسرار خطيره. ايوه، مين هو ده؟ محرر في جريده الجهاد. اسمه ايه؟ اسمه نسيت. على كل حال هو بيروح كل يوم اربع الساعة خمسة بعد الظهر لبيت عوني باشا حافظ. وزير الداخلية؟ ايوه، وبيدخل من الباب الوراني، باب الخدامين. كل يوم اربع الساعة خمسة بعد الظهر؟ تصور، كل يوم اربع الساعة خمسة بعد الظهر. باي باي يا جودو. مجرم الندل. الله، استني. اتفضل يا معالي الباشا. اتفضلي. سكنك جنب عوني حافظ هو اللي جايب لك الدوشة دي. يا فندم أنا في خدمتكم. الأستاذ عبد العزيز عضو بارز في الحزب معانا. أنا تحت أمركم. أستأذن أنا يا معالي الباشا عشان تبقوا على راحتكم. اتفضل. أنست وشرفت يا معالي الباشا. أنست وشرفت. أنست وشرفت. وصل. حسن صور بسرعة، صور كتير يا حسن لغاية ما يدخل. هتعمل في ايه الكلب ده؟ هطلب من الزعيم انه يجمع مجلس ادارة الحزب واقدم لهم الصور وانسفه. اي خدمة تانية يا باشا؟ لا يا حسن، تقدر تروح انت عشان تحمض الصور بسرعة. امرك يا باشا. مع السلامة. ايه ده؟ القهوة يا معالي الباشا. متشكر متشكر. اي خدمة؟ لا اتفضل انت شوية عن اذنك. تعالي بقى يا نوجة نحتفل بافكارك المدهشة دي. هنحتفل فين؟ في شاليه في الهرم، كلفني كتير قوي عشان خاطرك. انا وعدتك ان الاحتفال هيكون بعد ما يصدر القرار بفصل المجرم ده. طب اخد حاجه على الحساب؟ الحساب كله هدفعه مره واحده. بس شد حيلك انت ونفذ الشروط. باي باي يا دودو. اي خدمه يا باشا؟ ها؟ لا متشكر. القهوه يا معالي الباشا. اشربها انت. أنس شرفت يا معالي الباشا. اجتمع مجلس اداره الحزب برئاسه الزعيم وقرر فصل محمد عبد الكريم فورا من عمله في جريده الجهاد وتحريم دخوله بيت الامه او النادي السعدي، واختار جميع لجان الحزب بهذا القرار واسبابه، ومنع اي جريده او مجله من صحف الحزب ان تستخدمه في اي عمل من الاعمال، وحرمانه من اي مكافأة او من قبض مرتبه ومستحقاته. انا اللي حاولت اقتل عوني حافظ واتهم، ومن مين؟ من احب الناس ليا، لاني خاين وجاسوس وبني الاسرار الحزب. وقال ايه كمان؟ خدولي صور وانا بسلم التقارير السرية باليد لعوني حافظ. حكموا عليا بالاعدام من غير ما يدوني فرصة الدفاع عن نفسي. لكن الظلم سد حنجرتي. عايز اضرب واكسر، لكن الظلم خلاني من غير دراعين. محمد، انا لومت سميحه شريف لانها كانت سلبيه وما دفعتش عن حبها. انا مش ممكن اسكت، انا لازم اقول الحقيقه، لازم اقول انك بتخش بيت عوني حافظ علشاني انا.
ايوه عشان تبقى فضحتك على كل لسان. انا ما يهمنيش الفضيحه، كل اللي يهمني انت يا محمد، مستعده اضحي بكل حاجه علشانك. وانا لا يمكن اشتري براءتي بفضيحه الانسان اللي حبيتني وانقذت حياتي وخبت المسدس اللي كنت حاقتل بيه جوزها وساعدتني اني احصل على الوثائق. تبقى ندالة لو كافئتك على حبك بفضحتك. الزعيم كان بيصلي الجمعة اللي فاتت وختم صلاته وهو بيدعي: اللهم انتقم من الظالمين، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام الطغاة، اللهم ارحمنا من هذا الليل يا أرحم الراحمين. يعافيك يا حبيبي. مالك يا محمد؟ ما تحملش الهم يعني، ربنا موجود. النهارده انا بعت للحاج رمضان علشان يشوف السرير النحاس بتاعه ويشتريه. سرير ايه ياما بس؟ والسرير ده يعني هنجيب ايه؟ ثم انت هتنامي على الارض؟ يمكن ما تصدقنيش يا ضنايا لو قلت لك ان الرطوبة اللي ماسكة في ظهري دي ما جتنيش الا من نومتي على السرير. الظاهر ان الفقراء اللي زي حالتنا ما بيرتاحوش الا على الارض. ايه ده؟ ده ابوك. العيال الله يجازي شطانهم مش عاوزين يسيبوه في حاله ابدا. وانت ليه اما سبتيه يخرج لوحده؟ وهو بينطق ولا بيقول رايح فين حتى؟ بس يا فندم ماشي ماشي يا واد انت وهو، يلا من هنا. ايه ده؟ تعالى تعالى يا ابو محمد تعالى تعالى من هنا. عارفه بس ايه اللي خرجك؟ لوم ليه يا بابا؟ سكت لوم ليه؟ رد عليا يا بابا، انا ما بستحملش سكاتك ده، ما بستحملوش. مش كده مش كده يا محمد، الله سيبه بقى سيبه، ده ربنا هو الشافي يا ابني. خد اشرب يا ابو محمد اشرب. ايه ده؟ مين ده كمان؟ المصحنف يا عبد الكريم. مين عايزه؟ تعالى يا هو رايحين فين؟ ايه الحكايه؟ عندنا شكوى من سكان الحي انه مجنون وخطر عليهم. حرام عليكم، هو مين كان خالص؟ خليك انت يا ماما ابويا، خليك يا ماما ابويا. طب لحظه، انا حاجة مستعد اخده واجيبه معايا ونروح سوا للدكتور يكشف عليه. يا فندي دي اوامر عليك. هتعملوا ايه؟ يا فندم لحظه واحده، لحظه واحده، عليكم عليكم يا Thank you.
الخير. صباح النور يا ست هان. انا عايز اقابل محمد. ارمي محمد. حاضر عن اذنك لحظه واحده. انا اسمي زبيده. عاشت الاسامي يا ست هان. عايزاني انا؟ ايوه. وبتقول اسمها زبيده. زبيده؟ طب خليها تفضل. تفضل. واحنا هتعرفين يا ابني؟ ده احنا ما عندناش ولا كرسي سليم. معلش هي عارف حالتنا. قهوة المعلم وهدان، أستلف منه كرسيين وفنجانين قهوة وشوية بن. أهلا أهلا وسهلا. محمد. أهلا يا زبيدة. أمي. يا ست هان. وامي انا كمان. تصوري عايزه تروح تستلف كراسي من القهوه نظيفه عشان نقعد عليها. انا اقعد على الارض ما دام معاك يا محمد. كل يوم بستناك وما بتجيش. انا بهرب من نفسي يا سبيده. انت ما بقتش محمد اللي اعرفه. عندك حق. انا بقيت محمد المهزوم المظلوم. انا خلاص فقدت كل رغبه في الصراع. كنت بعتبره ملكي. كل انسان فيها كنت بعتبره اخويا او ابويا. الوطن قيمته بان الانسان يحس فيه بالحب بالعداله بالحمايه. انما لما كل ده يضيع الانسان يحس فيه بالغربه. عشان كده قررت اسافر بعيد.
سيبني يا محمد. اقسم لك ان مش ممكن حاجه تفرق بيننا الا الموت. انا هسيب امي في رعايتك. انت عارفه انا بحب امي قد ايه. عاوزك تديها كل شهر اي حاجه تصرف منها على نفسها وتدفع مصاريف المستشفى لابويا لحد ما تحصلني. وانا يا محمد. وانت هتحصليني. وحياتك يا زبيده. هفضل مستنيكي كل لحظه. أنا جاية لك يا باشا مش كزعيم للمعارضة ولا لأنك قسم الجوز. أنا جاية لك كإنسان. دولتك أصدرت قرار بفصل محمد عبد الكريم لأنه بيدخل كل يوم بيت وزير الداخلية. أيوة، وفي أعضاء من الحزب شافوه بعينيهم وهو بيدخل بيتكم وصوروه. أنا حققت في المسألة دي بنفسي. أنا قاضي يا هانم قبل ما أكون رئيس حزب. محمد عبد الكريم ما بيجيش علشان يقدم تقارير، بيجي علشان يقابلني لاني بحبه. انا عارفه انك بتحتقرني لاني زوجه خاينه لجوزها، والزوجه الخاينه ما بيتاخدش بشهادتها. لكن انا شفت من واجبي اني لازم اقول الحقيقه. ايوه، بس لما اتسال ما قالش حاجه من دي لانه مرضيش يفضحني وفضل انه يفضح نفسه. انا مستعده دلوقتي اكتب لك اني حبيبه محمد عبد الكريم، ومن حقكم تستعملوا الاعتراف ده ضد جوزي لانه هو بيحاربكم باحقر الاسلحه. لا يا بنتي، انا ارفض انك تكتبي الكلام ده. انا مش ممكن الوث ايدي باستعمال نفس الاسلحه اللي بيستعملها خصومي. محمد عبد الكريم اللي حكمت عليه بالاعدام يا باشا ارتكب جريمه واحده، انه حاول يدافع عن سميحة شريف اللي انت بتحبها. جريمته انه قدر يعرف ان كل الاتهامات اللي اتقالت عن سميحة شريف اكاذيب لفقها جوزي، وان الصور اللي اتقدمت لك صورها واحد من رجالته قدر يتنكر ويشتغل في العوامة بتاعت سميحة هانم. جوزي اعترف لي بكده لانه قدر يسرب الصور علشان توصل لحزبك. أنا رحت لسميحة هانم وحكيت لها على كل حاجة علشان تيجي تقابل دولتك، ولكن ما رضيتش. مستحيل مستحيل. الحقيقة في الزمن ده هي اللي بقت مستحيلة. قتلوها وقتلوني معاها، ودلوقتي بيقتلوا شاب بريء آمن بيك وبيها. أنا هلغي القرار. أنا مش ممكن أظلم بريء. أنا هبعت له يجي يقابلني وهعتذر له بنفسي وهرجع له اعتباره. أنا متشكرة أوي يا باشا، بس أرجوك ما تقولش إني جيت هنا لأني وعدت محمد ما أعملش كده. مع السلامة يا بنتي.
ده بيت الاستاذ محمد عبد الكريم الصحفي. ايوه هو. طيب لو سمحت قول له سكرتير الزعيم. تصور الطغاة أن موت محمد عبد الكريم هو نهاية الكفاح ونهاية المطالبين بالخلاص من جحيم عذابهم وسياط جبروتهم، وظنوا أنه بمقدرتهم طمس الحقائق، وأن الحياة بعد ذلك أصبحت لقمة سائغة في أفواههم. ولكن دماء الذين استشهدوا من أجل أن تعيش الحقيقة ومن أجل أن تعيش مصر ظلت تغذي هذه الأرض لتنبت مزيدا من الأبطال ولتشرق شمس الحرية دائما على أرض مصر.